رتروفيزوريت لونيتات. افهمتني بريمير فراما يهبط شوفوا شكون جاي من هنا ولا بون لما حدا ما يهمش هو خاطر انا باش نطلع هكا ولا هكا ربي معاه اللي بجي من هنا. دونك بديت تكبر فهمتني برشا حاجات بداو يتبدلوا في بدنك اذا كانك ذكر صوتك بدا يخشين اذا كانك انثى محظوظه بداو يطلعوا لك بابويه حليب وفي كل الحالات بدا يطلع لك شعر بخلاف في راسك من فوق. شفتوش بي ام جديده اللي طلعت شباب تفرج ماك سبيد نتاع 300 كيلومتر في الساعه 700 بون بحصان برك فهمتني انجاز كبير ياسر انجاز ميكانيك قوي ياسر بحصان برك تخرج قوه 700 حصان داي بعد هنا عندي. وبالنسبه ليك انت هذايا هو الوقت المناسب باش سيادتك انت تبدا تتحمل مسؤوليه وتولي تعمل في حاجات نتاع كبار فهمتني وانت كي تشوف ساعتين سيونس ما تنجمش تتحملهم ولا محالة ساعتين سيونس وما عندك حق خاطر يظهروا كما 3 سنين حبس ولا درجين مع وليد نهدي. بصراحة مش عارف شكون اخيب من شكون فهمتني اما انتو كاف فهمتوا شنو نقصد انا لهنا. السياقة هي فن هي اغزر شوف العراقيل اللي تجيك معناها برجولية انا سقت في المانيا وسقت في تونس برجولية في المانيا ياسر ماستر للسياقة ما تحسش فما خطر ما تحسش روحك مهدد بالانقراض ما تحسش فما حتى جو في الحياة فهمتني ما تقاش حيوان كما السيد هذا يطلع لك من الحيط فهمتني ما تقاش واحد ناصب لك دلاع في الكياس ولا واحد قاعد يحكي معاه بسكلته في وسط الكياس فهمتني لازم لهنا في تونس برشا ادرينالين معناه فهمتني برشا ادرينالين تحس روحك في اي لحظة مهدد بالانقراض صديق وهذا اللي يعطي لحياة المطعم تاعك فهمتني. في بالك سهلة انك تكبر وتتحمل مسؤولية اه؟ في بالك سهلة انك تولي تخدم 8 سوايع في النهار تجي ساعة ونص رتار تقعد 5 سوايع وتروح ساعة ونص بكري في بالك سهلة هذيا اه؟ في بالك سهلة تعرس بانسان يطيب ويغسل ويسيق ويتلهالك بصغارك وقت اللي انت الله اعلم بيك قداش تعب في حياتك مبنك على البنك نتاعك فهمتني تقاسي العرق نتاعك كيش بدك تلقى فيه الباهي في بالك سهله الحكايه هذيا في بالك باش تكون راجل باش تعيش راجل في تونس سهله الحكايه هذيا وين ماشي لا صدقني خويا ماكش حاضر المسؤوليه هذيا ولكن من حسن حظك تعرفني انا من حسن حظك انت تعرفني انا دونك انا في اقل من 10 دقائق باش نحضرك للمسؤوليه الصعيبه هذيا برشا هو السياق والبنات بالمكياج عندهم نفس الوجه الشبه تقريبا الزوز يظهروا باهين من الاول اما من بعد انه فوق تكتشف الحقيقه المره تكره زبوره محيطك فهمتني دونك خلينا تويكا خلينا نتعمقوا معناها في موضوع السياقه وتفرج شباب تفرج المعلم تفرج يا الزب تفرج اذ انه يا حبيبي موضوع السياقه موضوع عميق جدا على خاطر انا مش نجي هنا نقري لك شنو باش تقراه في الاوتويكول فهمتني اللي باش تقرا في الاوتو ايكول حاجه ذيك باش تلفها مليح فهمتني وتهز ساقيك وتحطها على خاطر صدقني صديقي هذاك ما عنده حتى علاقه بالعالم الواقعي اللي تعيش فيه. انا لهنا باش نعلمك كيفاش تسوق في العالم الواقعي فهمتني على خاطر انا بالنسبه للجماعه اللي ما يعرفوش البرمي نتاعي متكلف لي 325 دينار. ماهيش قاعد نفلك معك 325 دينار عملت ساعتين كود ماخذه في الخاطر 10 سوايع كوندويت منهم 10 سوايع كوندويت ماخذه في الخاطر على خاطر سمعت كل الاساطير نتاع اذا كان ما تعملش برشا سوايع يطيحوك والى اخره فهمتني ولكن ربي هذاك ربي سبحانه هذاك فهمتني اذا احب الله عبدا اعطاه البيرمي. نبداو نحكيو شباب على البلايك اللي بشتراهم في الشارع فهمت انا متاكد لانه في لوتو ايكول وراوكم 100,000 بلايك مربع على بلايك مدور على بلايك صفر على خضر على سخط على راسك انا متاكد اللي وصلت تقريبا 1000 ولكن في عالم واقعي معناها فهمتني انت صديقي باش تراك كان 3 بلايك كهو اولا بلاك ستوب ثانيا بلاك الانتردي ثالثا بلاك الاولويه اذا كان ما تذكر تفرج المعلم اش قاول في سيدي اش قاول بلاك الأولوية اللي هي المثلث المقلوب فهمتني هو أنا متأكد اللي انتم تعرفوا الديفينيسيون بتاع البلاك هذية ولكن أنا طويكة متأكد اللي انتم ما تعرفوش معناه البلاك هذوما بالحق كي ترى بلاك كم هك وانت تسوق ماكش في كهرباء متاع أوتو يكون كيفاش لازمك تتصرف فهمتني باه يا سيدي بنسيتك عندك بلاك ستوب معناها نقص شوية وتعدى مش كيما يكذبوا عليك يقول لك احبس لازم العجله الكل تحبس وتحط برومي يكذب عليك فهمتني حتى حد ما يعمل الحكايه دي بلاك تلندر دي معناها شوف اذا كان ما فما حتى حد جايك تنجم تتعدى في السونس هذاك وبلاك هذيا هيا على اذكر كيفاش يقول مثلا اذكر ميبون حذر له البلاك هذيا معناها
إذا كان الوقت يكفيك باش تتعدى قبل ما السيد متاع الأولوية يوصلك اتعدى، فهمتني؟ طلع عطيكم اكزامبل تاو اغزروا هذاك السيد عنده الأولوية، فهمتني؟ الوقت يكفيني باش تعدى أنا نتعدى أنا، هذاك اش معناه سيدي لو باساج، فهمتني؟ مش كيما كالبهاية متاع استناه هو يتعدى درا شنو والله يكذب عليكم والله يمساكر كان باش تتبعوا، فهمتني؟ هذايا هذاك كان أمور بلايك معناه، فهمتني؟ نجيو تويك الموضوع مهم شوية اللي هو الأولوية. الأولوية هو موضوع معقد ياسر، فهمتني؟ باش تشبعوا به في الكود متاع تقاطع في وسط روم بوان، تحته جسر متعدي من فوق نفق، فهمتني؟ و300 كره بجاي وناهي باش تعدى الاولى، تنقولك شكون باش تعدى الاولى. باش نعطيكم قواعد سهله جدا تسمح لك صديقي، القواعد هذا ما صدقني حتى اسال اخوك الصغير اللي عمره ما يفوتش 10 سنين تيقول لك شكون عنده الاولويه حسب القواعد باش نقدمها لكم انا. يا سيدي بن سيدك تذكروا قانون غاب نتاع القوية كذا ضعيف بالضبط لهنا، أما لهنا فما دو كريتير نلعبوا عليهم، أولا الحجم نتاع السيارة، ثانيا الأقدامية، فهمتني؟ لكن أنا هو اللي يغلب شكون لهنا، الحجم ولا الأقدامية؟ نقول لك الأقدامية هي اللي تغلب الحجم. كيفاش؟ كيفاش الأقدامية تغلب الحجم؟ عندكم حق تسألوا سؤال كيما هكاك، أي سيدي جاوبني على السؤال هذايا. فما كروازمون، فهمتني؟ وفما إكسيس متعدية و سيكانز متعدي، شكون اكبر الاكسيس ولا السيكانز؟ الاكسيس اكبر هك ولا؟ اما شكون عنده الاولويه؟ السيكانز عنده الاولويه، علاش السيكانز عنده الاولويه؟ على خاطر السيكانز خرده اكثر من الاكسيس، انت كانسان تسوق في اكسيس هل انه يساعدك تعمل اكسيدون مع انسان يسوق في كهرباء الباراشوك نتاعها يسوى الا 200 دينار، معناها السيد ذاك يمشي للميكانسيان ياخذ الباراشوك نتاعو يبدله والميكانسيان يزيدو 200 دينار، وقت اللي انت صاحبي الباربريز نتاع كرهبتك برك يسوى قد الفلوس اللي باش يخلصهم السيد هذاك حياته الكل، دونك شكون لهنا باش يقعد عليه اكثر اذا كانت تضرب بالكره بالزوز؟ مولا الاكسيس ولا مولا السيكانز؟ فهمنا الوضعيه لهنا كيفاش؟ دونك شباب بالقواعد اللي قلتهم لكم انا، الزوز قواعد هذو نتاع الاولويه ونتاع البلايك، نورمالمون جاوك احلى جو، فهمتني؟ نورمالمون جاوك احلى جو في البراتيك، فهمتني؟ اما في تيوريك جاوك مش احلى جو على خاطر القواعد هذوما بالرغم اليوم يخليوك على قيد الحياة، يبقيوك على قيد الحياة، وأهم من هذا يوصلوك لوين تحب توصل، خاطر صدقني كان باش تقعد تتبع في الأولوية وتحب تتعدى في وسط شارع فيه برشا كراهب امبوسيبل امبوسيبل، كان تمشي على ساقيك يمكن عندك شانس أكثر باش توصل غاديك. أما فهمتني بالرغم اللي أنا نحب نعاونكم ضريتكم شوية، دونك باش نعلمكم تويكا شنو تعملوا إذا كان يصير اللي إن شاء الله وربي بعده عليكم ما حبوش يصير لكم الشيء ذي، هو انك تتشد صاحبي في مخالفه نتاع السير. الشيء ذي باش يصير لك طولا بعد، فهمتني؟ اي انسان برو وصل مره شد الحرس معناه يقوم مخالفه. يا سيدي بن سيدك على غرار البلدان نتاع العالم الكل، عندنا اوبسيون في تونس حلوه ياسر ياسر يوزر فريندلي، معناها بالنسبه للمستعمل هذه حكايه تعاونوا ياسر. هو في العادة في القانون أنك تعمل مخالفة ويتم القبض عليك متلبس، معناه يشدك عاون ما نعرفش يعاون في حكاية يعاون في السير ولا شكون حرسهم اللي يمشي حرس، معناه يشدك عاون حرس معناه مرور، فهمتني؟ يحرر لك المخالفة ويمد لك التيكية هذيك وتمشي تخلصها الخطية نتاعك، فهمتني؟ ولكن احنا صديقي في تونس عندنا اوبسيون حلوة، إذا كان قادر أنك تخلص بالوقت تطلع لك ارخص الحكايه، فهمتني؟ نفرضوا يا سيدي شدوك على سنتور، سنتور هي قد 40000 ولا 40000 هكا اوكي 40 سنتور هي 40000، فهمتني؟ اذا كانك قادر انك تخلص بالوقت تولي اقل، تولي لك 10 20، فهمتني؟ انت والجو نتاع العون اللي قاعد يخدم وقتها، فهمتني؟ خاطر هو كما تعرفوا انسان عنده مشاعر عنده احتياجيات. فاست اند فيوريوس بول وولكر يلا حاكم هبط هبط. السلام عليكم باب. السلام. ايه برمي وبطاقة تعريف وكارت جريز. اي بابا يتفضل. عندك فكرة عش حبسنا؟ مصور صراع. علاش حبسني؟ والله ما نعرفش، والله في بالي كل شيء مريقل، حتى السنتور هاك تراها وخويا معاي يشهد، فهمتني؟ لا 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 شنو لا ما نسوقش 100، انا في بالي نعرف في المدينة عندك حق في 50 تسوق كهو. عندك عندك رادار، شنو هو الرادار؟ فوق 58. قداش الخطية؟
شبيه هذا كان؟ 70 قال اختي. 70 علي 70. ما نفحوش بعضنا يا معلم. ما باز باز تحب تشري حاجه المدام باز. اسمعني انا قلت لك حلك، انا قلت لك حلك. لحظه برك، لحظه برك مدير، انا قلت لك حلك صديقي. اي بابا، اي بابا دق عليه. فرحان مريقل، عايش خوي، عايش خوي، عايش خوي. سلم لي على المدام بالله يا، سلم لي عليه. عايش خوي، عايش خوي، يرحم والديك. السلام عليكم. السلام عليكم. ملا كبسة، ملا كبسة. تلمو تكبس، تلمو حسيت الكبسة مع 10,000 مني ضاعت، ما نعرفش علاش. باز ما عطيتش رشوة أنا طو، فهمتني؟ أما فما 10,000 ضاعت مستوش، ما نعرفش كيفاش. بالقواعد هذه اللي علمتلكم شباب، فما زوز من الناس ما ينطبق عليهم حتى شيء، ما عندهم حتى حد يحكم فيهم وحتى حد ما ينجم يخرى لهم فيه. جماعة النقل، فهمتني؟ كلواجات ببلاصة في تونس وجو هذاك، وجماعة التاكسي. هذاكم صديقي باللي تكون صنديد، باللي تكون عندك استفيت، باللي تكون تبداش تسوق في بلاص، تبداش تسوق في بلاص، هذاكم الجماعة رد بالك، رد بالك، تفركح معاهم. حاول انك ما تحاولش تخرالهم فيه جماعة ذوما، على خاطر بشي تحتق ساعات عباد زادة في بالها اللي هي تمشي وحدة في الشارع كما يلبس كلاري. تفرج غزر له قداش متأني، تحسوا تلمو في تأني السلامة للي بشتناك بالسلامة، بشينيك أكسيدون بالسلامة. بأنه شباب الكهرباء متاعنا عدمت كما تلاحظوا، معناها يبدو أنه أنا شاك اللي هذاك ربي طاح فيا، على خاطرني يمكن عطيت كادو شو اسمه للعون، معناها اللي شدنا على الرادار. ولكن باركونتر حبنا نشكركم أنتم خاطركم تفرجتوا معنا في الفيديو، فهمتني؟ احنا طوي كنا قاعدين نستناو في الكاميون ولا الرشنو اللي باش يجي يروح بينا احنا بالكهرباء، فهمتني؟ حاب نشكر عباد الكل تفرجوا. ما تنساوش باش تعملوا سبسكرايب، نجموا تنزلوا على الفلسه اللي من هنا معناها، فهمتني؟ اذا كان عجبكم الفيديو تعملوا لايك، اذا كان تحبوا تشوفوا فيديوهات اكثر من نوع هذا في الكومنتات تقول لنا شنو تحبوا تشوفوا. ما تنساوش بارتاجيو الفيديو نتاعكم، سينو يطيح فيكم ربي كما طاح في انا معناها، فهمتني؟ كاع شكرا حسب متابعه واستماع، والى اللقاء.